حسب وضع يعني الأسرة نفسها أو العائلة أو الفرد، يعتمد على وضع الأسرة. إذا هي تحتاج إنها تطلع عشان تقضي شغل معين والحظر الكلي يمنعها من هالشيء، أتوقع أن نراعي الظروف للأسرة إن يعني يكون لها وقت معين تقدر تخلص هالشغل. أما الأسر اللي في من ينوب عنهم إن يقضون أشغالهم خارج المنزل في أوقات يعني غير المعتاد عليها، يعني مو بالنهار مثلاً أو مو بالوقت المغرب أو فترة الليل وقت الزحمة، ممكن يعني هذول نقول حظر كامل، خاصة كبار السن اللي يعني ما عنده استطاعة أنه يخرج في أي وقت تحدد الدولة. يعني في ناس ظروف يقول لك أنا ما أقدر أطلع من الساعة كذا للساعة كذا. صراحة يعني ما شفت هالشيء لأن أنا التزمت بالحظر في المنزل من نفسي، فمو قاعدة أشوف شنو اللي قاعد يصير، يعني ما أنا عارفة شنو اللي قاعد الأوضاع بالضبط، ما فما أقدر أحكم. السوشيال ميديا هم ما أقدر أحكم لأن الناس يحبون السبق، يعني ينشرون الأخبار، يعني تعودنا خاصة على بعض الأكاونتات يتسابقون فيما بينهم إنه يثيرون البلبلة، يثيرون المجرد يبون الناس تعلق تعليقات ويبون كومنتات أكثر، فما تقدر تتحرى الدقة في مدى صحة النبأ هذا إلا لما تشوفه بعينك. فأنا ما أقدر أعتمد على المصادر الموجودة في السوشيال ميديا. فمثل ما قلت لك الحظر الكلي يناسب الناس اللي أصلاً ظروفها مثلاً صحية ما تسمح أن يطلعون برا البيت، أو أن مثلاً يعني بالنسبة للسن في ناس أصلاً هما يعني حتى بالأيام العادية ما يطلعون.